ننتقل لخبر آخر وهو خبر هام جدا وجميل وليه بعد إنساني لطيف، وهو أنه امبارح ضباط وضابطات الشرطة وزعوا هدايا الضابطات والضباط دول في كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة، وزعوا هدايا على المواطنين اللي في الشارع اللي في الميادين اللي ترددوا على أماكن شرطية مختلفة، سواء وحدات تراخيص المرور أو إقسام الشرطة أو حتى في الباصات أو في الشارع زي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشة، وزعوا هدايا مختلفة يعني تعبيرا عن التلاحم واحترام المتبادل ما بين الشرطة والشعب. هدايا دي كانت في صيغة شوكولاتة، ورد، لعب أطفال، خلونا نقول كان في مستلزمات مدارس كمان اتوزعت كمان للأسر اللي كانوا ماشيين مع أولادهم، يعني أشكال مختلفة من الهدايا، كمامات، مطهرات، يعني حاجات مختلفة للحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من فيروس كورونا، كوبايات عليها شعار عيد الشرطة 69، حتى كمان إرشادات مرورية علشان الناس تبقى عندها وعي أكتر والحفاظ على سلامة قائدي السيارات. ويعني زي ما انتم شايفين الصورة بتالي معبرة أكتر عن أي كلام ممكن الواحد يقوله، إنه كان في شعور لطيف ويعني المواطنين رحبوا بالفكرة ورحبوا بالهدايا اللي اتوزعت ديت، وده بيبقى تأكيد على التلاحم اللي موجود ما بين يعني الشرطة والشعب، وان يظل كده يعني الوحده الوطنيه وعيد ميلاد سعيد باذن الله يا رب دايما يعني الشرطه اللي بتبقى دايما رافعه رايه الامن وبتحمي بلدنا، وبنبعت لهم كلنا يعني رساله تهنئه بعيد ميلادهم ان شاء الله دايما. يعني طبعا دايما يا رب كده كل الضباط والعساكر والامناء وكل الناس اللي بتحاول تحافظ على بلدنا وتحاول تحمينا بخير والف صحه وسعاده يا رب، وكل سنه دايما واحنا عايشين مع بعض بخير وسعاده.